زوج والدة كيم كارداشيان يدخل في تحدي الرقص الشرقي وينافس موديل روز. هل توقعتم يوماً أن يشارك زوج والدة كيم كارداشيان المتحول كريس أو كايتلين جينر في تحدي الرقص الشرقي؟ نعم، لا شيء مستحيل من قبل هذه العائلة التي شغلت العالم في تلفزيون واقع لسنوات متتالية. وقد استغل كريس الذي أطلق عليه اسم كايتلين هذا التحدي ليرقص على أنغام الموسيقى الشرقية على منصة تيك توك مع الترويج لمستحضرات الاعتناء بالوجه. الغريب أن هذا التحدي الذي شاركت فيه الفاشينيستا السعودية موديل روز من أمريكا لم ينتشر بعد في عالمنا العربي. وشارك فيه العديد من نجوم تيك توك من مختلف البلاد كفنزويلا وأمريكا والبرازيل وغيرها. شاهدوا معنا أبرز هذه الفيديوهات التي تميزت أيضا ببعض الطرافة.